جددت الحكومة الفلسطينية رفضها حضور ورشة العمل التي دعت لعقدها الإدارة الأمريكية نهاية الشهر الجاري في البحرين لمناقشة دعم الاقتصاد الفلسطيني في إطار خطة سلام تستعد واشنطن لطرحها. وتضاربت الأنباء بشأن قبول كل من الأردن والمغرب ومصر المشاركة في الورشة، حيث أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها على علم بأن تلك الدول لم تعلن قبولها المشاركة، مشيرة إلى وجود تنسيق مع جميع الدول العربية. من جهتها قالت مصادر في الإدارة الأمريكية إن مصر والأردن والمغرب أبلغت واشنطن عزمها حضور ورشة المنامة. جولات كوشنر المكوكية إلى الشرق الأوسط يبدو وكأن مفعولها قد بدأ. خطط ومقترحات توضع على الطاولة، هذه المرة في البحرين. الإدارة الأمريكية تؤكد أن مصر والأردن والمغرب أبلغت واشنطن اعتزامها حضور مؤتمر برعاية أمريكية في البحرين، وذلك يومي 25 و 26 من الشهر الجاري. ما تم إعلانه هو أنه مؤتمر لدعم الاقتصاد الفلسطيني. ربما يكون هذا، لكن خطوات الإدارة الأمريكية الحالية في القضية الفلسطينية تتمحور حول أمر واحد: صفقة القرن. في المقابل، الوكالة الرسمية الفلسطينية تنشر بيانا يؤكد عدم مشاركة المغرب والأردن ومصر في الورشة، داعية الجميع إلى عدم حضورها. البيان أكد عمق التنسيق بين فلسطين وجميع الدول العربية التي أكدت ثباتها على مبادرة السلام وقرارات قمة تونس. وفي سياق ردود الفعل الفلسطينية أيضا، المجلس الثوري أكد لحركة فتح رفضه المطلق صفقة القرن ورفض الفلسطينيين المشاركة في ورشة البحرين الاقتصادية. قرار القيادة الفلسطينية مقاطعة المؤتمر أثار الشكوك بشأن فرص نجاحه، لا سيما أنها تنأى بنفسها عن جهد دبلوماسي أمريكي ترى أنه سيكون منحازا بشدة لصالح إسرائيل. وحول المشاركة العربية في ورشة عمان ينضم إلينا من أو ورشة البحرين عفوا ينضم إلينا من عمان الدكتور معين الطاهر، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. مرحبا بك معنا دكتور. نحن هنا إزاء موقفين متناقضين، موقف أمريكي يؤكد مشاركة كل من المغرب والأردن ومصر في هذه الورشة، وموقف فلسطيني يؤكد بأنه تلقى تأكيدات من هذه الدول بعدم المشاركة. السؤال هنا: هل ستشارك هذه الدول فعلا في هذه الورشة؟ وإن فعلت، ما دلالات ذلك؟ يعني المغرب حسب ما قرأت مساء هذا اليوم بأن رئيس الوزراء المغربي قال بأنه لا علم له عن مشاركة حكومته. هذا ينم في الحقيقة إذا كان هنالك جهات أخرى في المغرب قد قررت المشاركة دون إعلام الحكومة، ربما هذا ينم على خلاف أو على تناقض في الموقف المغربي، أو ربما من الأساس لا توجد مشاركة مغربية. في الأردن تتراوح تصريحات المسؤولين حول عدم جواز بقاء الأردن خارج الغرفة التي قد تبحث أي شأن من شؤون القضية الفلسطينية. وفي رأيي أنا أن هذا التصريح يعكس قلق ومخاوف أردنية من حدوث ترتيبات بمعزل عن الأردن، نعم، وسياستها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أكثر مما تعكس عن رغبة في المشاركة في صنع ترتيبات جديدة وفي صنع القرار. فهي إذن مشاركة تندرج تحت إطار المخاوف ولا تندرج تحت إطار المشاركة الحقيقية في صنع قرار. طيب دكتور، في حال يعني نجحت هذه الورشة وأمام إصرار أمريكي وتعنت أمريكي وإسرائيلي وربما أيضا تواطؤ أو مشاركة عربية فلنسميها كذلك، بالتالي ما هي الخيارات المتبقية أمام الفلسطينيين؟ هل سيصبحون حينها أمام أمر واقع يجب عليهم التعامل معه؟ يعني أنا أظن أن الإدارة الأمريكية تلعب في الوقت الضائع.
لا أظن، يعني حتى أنا في الحقيقة لدي شكوك حقيقية فيما إذا كانت هذه الورشة ستعقد فعليا. ورشة تقول أن هدفها هو البحث في دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتدعو إليها الولايات المتحدة الأمريكية التي تعلم على سبيل المثال ما هي أهمية الأونروا في الاقتصاد الفلسطيني، وتقوم بقطع كل أشكال التمويل عليها، وتقوم بقطع المساعدة المالية الأمريكية أو المنحة المالية الأمريكية المقدمة إلى السلطة الفلسطينية، ثم تقول أنها تريد أن تدعم ورشة لدعم الاقتصاد الفلسطيني في غياب الفلسطينيين أنفسهم. إذن لمن سيوجه هذا الدعم؟ هل سيوجه إلى المستوطنات الصهيونية مثلا في داخل الأرض المحتلة، أم أنه وسيلة يعني جديدة لاستنزاف المزيد من المال العربي في مسارب لا يعلم أحد إلى أين ستذهب؟ نعم النقطة الأخرى فيما أعتقد في هذا الموضوع هو أن كل ما يقال عن صفقة القرن، أو سميها ما تشاء، صفعة أو صفاقة أو ما تريد، أنا أظن أن كل ما يقال عنها قد تبخر وذهب أدراج الرياح بقرار الكنيست الإسرائيلي بإجراء انتخابات إسرائيلية جديدة في سبتمبر القادم. هذا يعني لكن أنه لن تشكل هذه حكومة الانتخابات إسرائيلية ما جديدة. الذي ستغيره دكتور؟ يعني تنظيم هذه الانتخابات في موعدها أو عدمه، ما الذي ستغيره من خطة تقوم الولايات المتحدة لا على لا صياغتها منذ سنوات؟ كيف ستؤثر على ذلك؟ لا 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 نعم هي نعم ستؤثر، لأن هذا يعني أنه لا توجد حكومة إسرائيلية قادرة على اتخاذ أي قرار أو سن أي قانون في ظل غياب الكنيست وفي ظل حكومة إسرائيلية مستقرة قبل نهاية العام. هذا يعني أن صفقة القرن بحد ذاتها كمشروع سياسي لن يعلن قبل العام الجديد، ونحن نعرف أنه في العام الجديد ستكون الولايات المتحدة الأمريكية على أبواب انتخابات جديدة، وأن الهم الأمريكي في ذلك الوقت سيكون منصب على الأوضاع الداخلية وليس على رغبات كوشنر في تكريس أمر واقع. نعم لذلك أنا أظن أن ما يقال عن الصفقة قد انتهى، يعني أنا لا أظن في الحقيقة أن لها مقومات إضافية للبقاء في ظل مجموع العوامل المختلفة: رفض فلسطيني كامل، مخاوف أردنية وعربية، وعدم قدرة أي سياسي إسرائيلي في المرحلة القادمة على إعلان موقف بأنه مع أو ضد هذه الصفقة. نعم أما حول استمرار سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة فرض حل حقيقة وليس تحقيق حل عبر مفاوضات أو عبر رضاء الأطراف المختلفة، فأنا أظن أن هذه المحاولات ليست جديدة في تاريخ القضية الفلسطينية. نحن نعلم جميعا أن هنالك لجنة كانت تدعى لجنة التوفيق، وأن لجنة التوفيق قدمت حلولا منذ الخمسينات وحتى حرب 1967. كل هذه الحلول كان هدفها هو يعني أو إطارها العام هو تقديم حلول اقتصادية نعم بديلة عن حق العودة، وبديل عن انسحاب شكرا إسرائيلي أو عن تعويضات للفلسطينيين أو إلى آخره. شكرا جزيلا لك الدكتور معين الطاهر، كنت معنا من عمان، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسة.